اكتسح منتخب تشيلي نظيره الياباني بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما أمس، وذلك في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة لمسابقة كوبا أمريكا 2019 بالبرازيل. وأحرز رباعية تشيلي إريك بولجار هدف، وإدوارد فارغاس هدفين، وأليكسيس سانشيز هدف. وجدير بالذكر أن منتخب تشيلي هو حامل لقب البطولة بعد تتويجه باللقب عام 2016 بفوزه بركلات الترجيح على الأرجنتين في المباراة النهائية.